السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي معايا. حسن من العراق. شيع يا حسن، سؤالك في الأصول، تفضل. أكو آية في القرآن الكريم. ما شاء الله، كلكم بقيتوا حافظين قرآن دلوقتي وآيات. تفضل يا حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هذا الإمام ممكن المبين؟ تقرأ لي الآية اللي قبلها؟ لا أنت قل لي يا أسئلة أخي ممكن تفسيرها تقرأ لي فاضية. الآية اللي قبلها عشان خلاص نفهم، يعني اقرأ لي الآية اللي قبلها بس فضلا، يعني اقرأ لي الآية اللي قبلها وثم الآية دي ثم الآية اللي أنت بعدها، اقرأ اتفضل. لي أخي، أنت مش اقرأ لي قدام أنا المصحف بشوفها والله، وكذا أنا مش شوف حافظ، خصوصية. أنا مش حافظ، مش قدام المصحف حاليا، اتفضل اقرأ الآية اللي قبلها. أنا همك ما عندي. مش عندك بقى، طبعا. فقل لي شنو تفسير هذه الآية في كتب الشيعة؟ يلا الآية لأنك بتقول ما بين يا أطفال. أستاذ الفضل، أنت جاي تقول لي تفسيرها في كتب الشيعة، أنت كراجل شيعي تقول لي تفسيرها في كتب الشيعة، أنت عاقل يا أستاذ حسن؟ في كتب الشيعة والسنة. طيب شنو تفسير يا هذه الآية؟ أستاذنا الفاضل، أنتم تعتقدون أن كل شيء أحصيناه في إمام مبين هو الإمام عندكم، صح ولا مش صح؟ الإمام علي أعتقد. صحيح؟ هل النبي تم إحصاؤه في الإمام علي؟ حبيبي هو هاي تفسير جاوبني على هذه قدر الآية. سؤالي، لا غلط تفسرني جاوبني تفسير، على قدر سؤالي، عندك كل شيء هذه الآية شنو؟ يا أستاذ الفاضل، كل شيء أحصيناه في إمام المبين، عندك الإمام المبين هو علي بن أبي طالب الذي أحصي فيه كل شيء، هل النبي أيضا من الذين أحصوا في علي بن أبي طالب؟ هذه الآية خاصة على يا الإمام أخي علي، رد على قدر محمد صلى الله سؤالي، عليه الآية بتقول كل شيء، هذه كل الآية شيء، خاصة بالإمام علي، يا لكن محمد ما خاص به، يا فسر أخي لي هذه يا الآية أستاذ شنو؟ الفاضل، وكل لا شيء تفسر من يا كذا أستاذ رجال، يا أستاذي رجال لا تفسر من يا كذا. عم ركز، الله يصلح حالك. هل الله شيء أم لا؟ جاوبني يا أستاذ حسن، شلون؟ هل الله شيء أم لا؟ شنو هل السؤال؟ الله شيء أم لا؟ جاوبني اقل افسر لي الايه يا يشوف أخي، رد على، أنا بفصل لك الآية أهو الايه شنو يا تفسيرها؟ أخي، هل الله شيء أم لا؟ جاوب، الله شيء أم لا؟ اسمح لي أسمح لك تروح تنام، اللي بعده مش عارف يرد، ما هو تورط أساسا يا إخواننا الأحبة، بارك الله فيكم، تورط في إيه؟ هو عايز يقول لك إن كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أن الإمام علي عنده علم كل شيء وكل شيء محصى بداخله، طب ما كل شيء يعني إيه؟ النبوة من التي أحصاها الله في الإمام علي، الله شيء، وإذا قلت ليس بشيء فهو عدم، فبالتالي وقعت في الكفر، فجئت تستدل فاستدللت بما هو يشوه دينك أساسا ويشوه معتقدك. ما هي دي المشكلة في الفكر الشيعي الاثني عشري. هو جاي النهارده يقول لي إيه؟ كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اقرأ الآية اللي قبلها، لا مش حافظ، طب اللي بعدها مش، طب يا عم تعالى في نفس الآية. حصل له إيه يا إخواننا الكرام؟ حصل له صدمة نفسية. بس الآية خاصة بالإمام علي، يعني إيه الآية خاصة بالإمام علي؟ عايز أفهم، القرآن ده خاص بالإمام علي؟ ولا خاص بجميع المسلمين؟ الله يقول لك وكل شيء. يبقى إذا لابد أن تؤمن أن كل شيء في الكون تم إحصاؤه في الإيمان، بما فيهم النبوة وبما فيهم الإلوهية وبما فيهم الربوبية. الله المستعان.